عقدت عدد من لجان مجلس النواب اجتماعاتها حيث تمت مناقشة العديد من المشاريع بقوانين والاقتراحات، حيث ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وبحضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، حيث قررت اللجنة استكمال النقاش مع ممثلي جهاز المساحة الأسبوع المقبل، فيما اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن دعم الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقوم بها قطاع السياحة في مملكة البحرين، حيث قام الوفد بعرض مرئي عن إنجازات الهيئة في مجال السياحة، وارتأت اللجنة استكمال المناقشة خلال اللقاءات القادمة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة ردود كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة المرافق للمرسوم رقم 31 لسنة 2016، وقرر أعضاء اللجنة حاجة المشروع لمزيد من الدراسة خلال الاجتماع. طبعا احنا خصصنا جزء كبير من اجتماع اللجنة لمناقشة السياحة في مملكة البحرين واستعراض آخر النتائج التي توصلت إليها هيئة السياحة نتيجة جهودها. بصراحة كانت الأرقام المطروحة جدا إيجابية ومشجعة، ونحن ناقشنا سبل دعم قطاع السياحة في مملكة البحرين. اجتمعنا مع أخوان أصحاب سعادة النواب في اللجنة المالية، بينا لهم التطوير في قطاع السياحة، وتكلمنا بلغة الأرقام من خلال التطوير السياحي وأثره الاقتصادي على البلد. هناك الحمد لله نمو، حطينا احنا أهداف في عام 2015 إن شاء الله نوصل لها لعام 2018، بينا لهم النمو. الحمد لله كان لنا 11 مليون سائح العام الماضي، زائر العام الماضي، هالسنة صاروا 12.3 مليون زائر. نسبة معدل الإقامة زادت من 2.3 ليالي سياحية إلى 2.8 ليالي سياحية، والحمد لله الناتج المحلي للسياحة كان 4.6%، صار اليوم 6.3% في عام 2016.